انا كمواطن ما تساعدنيش الزايده، تما ديجا مع الارتفاع معناها في المحروقات وكذا، لا 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 حتى لا 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 جماعه النقل الفردي وجماعه النقل الجماعي وكذا عندهم حق. ما خسرتش الطماطم كيلو ب 4000 وانا ما صرت في تونس. 4000 هذايا معناها انا متفائل، معناها في بعض المناطق ب 4000 ثم وصلوا لبعض المناطق 5000 فرنك طماطم مكعب، معناها التبسيمه هذيا عرفت واحد من كثر الهم يضحك. والله العظيم قاعدين عايشين في كثر همي ضحك. امي عندها مرض القلب ثم للدكتور ما ثماش، بنتي يلزمها تشرب الديباكين، الديباكين ما ثماش، يلزمها في اورير معينه معناها كي تقصوا عليها معناها مشكله، ممكن تمشي لي بنتي للنعاش. الديليسون تاع دينار و100 فهمتني موجود، معناها ناخذ حليب شوكولاته انا دينار و100 لبنتي فهمتني، اللي هو شي خمسه باكوات حليب، خمسه كعبات يجيبوا باكو حليب، والحليب اللي به الفايده ما لقاش. علاش هذاك موجود والاخر لا؟ سيدي هو ومرته زوج يحبوا يضحيوا امورهم، اما ملاك يهزوا معناها تصور انت شقف يغرق ويبدا يخسر لصغيره قاعد يموت قدامه مش يعملوا حتى شيء. وزارة النقل هبطت البارح بلاغ قالت فيه انها باش يتم الزياده في التعريفه نتاع التاكسي الفردي والنقل واللواج. شنو رايك انت كمواطن اليوم تساعدك الزيادات هذه؟ انا كمواطن تساعدنيش الزيادات، اما ديجا مع الارتفاع معناها في المحروقات وكذا، لا 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 حتى لا 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 جماعه النقل الفردي وجماعه النقل الجماعي وكذا عندهم حق، على خاطر ديجا ما عادش تخلص. كل صراحه انا كمواطن متعب، وهو كشوفير متعب، ولا كمولة تاكسي متعب، ولا كصاحب شركه معناها ديجا نتاع نقل متعب فهمتني. انا مساعدنيش على خد ديجا مع زيادة دائرة ثم زيادة أخرين في الضوء وفي برشا حكايات ما تعرف، كل شيء معناه ديجا بالبترول يمشي معناه فهمتني، مربوط ببعضه فهمتني، ما تساعدنيش وربي يقدر الخير، على خطر البلاد ماشي في زرداب ما نعرفوش فين مش وصلنا بالضبط. المواطن التونسي كل يوم يقوم ويرقد يرقى زيادة جديدة، آخر مرة زيادة في المحروقات وتوا زيادة في النقل، وغدوة الله أعلم شنية باش تكون الزيادة. والله واحد تقولش عليه ولا في البورصة. بكل صراحة مش زيادة في تحكي أنت عن النقل وتحكي على كذا، ما خسرتش الطماطم كيلو ب 4000 وأنا ما صرت في تونس. 4000 هذايا معناها أنا متفائل، معناها في بعض المناطق ب 4000 ثم وصلوا لبعض المناطق 5000 فرنك طماطم مكعب، ثم سيل بصل كنا نقولوا سيل بصل توا الباشا البصل. البطاطا ما قال حد الحد، معناها ديجا في المعيشه معناها بصفه عامه وكذا ولات كارثيه جمله، معناها النيفو نتاع الفي نتاع المواطن التونسي ولا عيش معناها بالنيفو دفي نتاع ليزوروبيان بفلوس توانسه، وقت اللي هو معناها ديجا لورو معناها ثلاث مرات ونص قد فلوسنا، وتصور انت المعيشه نتاعنا كيف كيف، معناها تصور انت المواطن التونسي شي قاس وبار هذا كله، معناها ديجا ثم نقص كبير معناها في الادويه، ثم نقص كبير في الخدمات، ثم نقص كبير في كل شيء، ما عادش عارفين فين توصل بالضبط. معناها كمواطن تونسي قاعد يعيش في جحيم، معناها قاعد تعذب، قاعد تعذب كل يوم مواطن تونسي والله العظيم. لا لا تونسي ولا يقوم مفجوع الصباح. لا لا مش مفجوع اصلا، في الليل ما يرقدش ولا يبات يخمم، معناها غدوه في الصباح شنو باش يصير، مش غدوه في الصباح معناها انت في الليل هذاك معناها ديجا شنو ممكن يصير في البلاد هذيا، معناها عادي على الاخر تسمع بي حكايه ممكن ما كنتش تخيلها في حياتك، ولات معناها حاجه عاديه، معناها تسمع بي حكايه ولا حاجه عاديه ولات فهمتني. ما باللي باش نوصف لك، باللي مش نوصف لك. ما يتصوروش العقل، معناها انسان قاعد عايش تونس نحبوها بلادنا وكذا، اما قاعدين عايشين في جحيم، والله العظيم قاعدين عايشين في جحيم، معناها التبسيمه هذيا عرفت واحد من كثر الهم يضحك، والله العظيم قاعدين عايشين في كثر همي ضحك، قاعد ريت الهم الازرق حاشاك كنا نسمعوا به قاعدين نرق فيه بعينينا تو، نعرفوا كنا نسمعوا به قبل اما تو نعرفوا شنو الهم الازرق بالضبط، فهمت؟ راهو اللي قاعد صاير ستنجينوسيد، كل صراحة ستنجينوسيد للمواطن التونسي، المواطن التونسي قاعد يتعذب في الدنيا. كل صراحة المواطن التونسي قاعد يتعذب في الدنيا، معناها واحد يسدي ربي يقول له يا ربي راني تونسي، ربي قاعد يرجعنا ديريكت، كل صراحة شيء كارثي قاعد يصير، كل صراحة راهو شيء كارثي قاعد يصير. يا سيدي من بعد بيكم بيت، ثم نوعية نتاع دواء معناها الزامي الانسان يشربه مقطوع في تونس، انا امي عندها مرض القلب ثم للدكتور ما ثماش، بنتي يلزمها تشرب الديباكين، الديباكين ما ثماش،
يلزمها في اورار معينه، معناها كي تقصوا عليها معناها مشكله، ممكن تمشي لي بنتي للناش، انا تقص دواء على امي مريضه بالقلب، معناها لا الدكتور ما ثماش، اش نعملوا نحن بفلوسنا وما ثماش. من غير ما نحكي لك على الحليب والزيت وكذا، توا ديجا صحن الكفتاجي يتكلف اكثر من الكسي بالحمل العلوش قبل. ما عادش خلطينا على حد شيء، كل صراحة ما عادش خلطينا على حد شيء، معناها ديجا هذا كله نتاج للزيادة في المحروقات، خاطر كل شيء مربوط بالمحروقات، كل شيء مربوط بالمحروقات، تحب ولا تكره كل شيء مربوط بالمحروقات. رانا قاعدين نتعذبوا في الدنيا يا عبد ربي، رانا قاعدين نتعذبوا في الدنيا، وزيادات بنسبة 8-6% من زيادات في المعيشة. ايش نعمل نحن؟ نشوفوا كنت العباد الدنيا صعبة على التونسي ياسر، عاد انا قلت لك في جحيم، نحكي معك بكل صراحة، معناها الكلام هذايا اللي ما يقول لكش لو عايش في بلاد أخرى مش عايش في تونس، في كل شيء، في كل شيء. الدخان معناها الإنسان كيف الدخان ما تعرفش عليه، معناها تمشي إلى اليوم اللي تاخذ بالك دخان من هنا بسوم، تقدم شوية قال سوم آخر. وين الرقابة؟ وين الدولة؟ أين الدولة؟ أين الدولة؟ نحن طالبين وين الدولة؟ وين الرقابة؟ ما تراش أنه الزيادة هذه عندها علاقة معناها بالأزمة العالمية اللي قاعدة تصير، والارتفاع في أسعار البترول والحرب اللي قاعدة صايرة بين روسيا وأوكرانيا؟ كنا عقلانيين شوي. عام 2009 كان ثم أزمة عالمية كيما الكريز 29، الأزمة العالمية هذه تخططها تونس بذكاء، ورا النجم نكونوا صحيح ما نجموش نكونوا منأى من العالم، أما نجمو نتصرفوا في أمورنا نحن، نجمو نعدلوا، هاو الكناترية موجودة. أنا قبل كانوا الكناترية يعدلوا في السوق، أنا ناقص البطاطا نجيبوا البطاطا، ناقص الطماطم نجيبوا الطماطم، ما نجيبوش البارابولات وما نجيبوش الى قلوب البيضه وما نجيبوش الى الشوكولاته نتاع تركيا، والشوكولاته نتاعنا موجوده، ما نجيبوش بدريات من تركيا وبدريتنا موجوده، نجحوا المنتوج الوطني، نحاولوا كيفاه نعدلوا رواحنا برواحنا. يعني احنا اللي مسؤولين باش نحققوا الاكتفاء الذاتي. لا الاكتفاء الذاتي راهو في الاصل هو موجود، اما جي اغزل نحن زاد ابار كل شيء، انا نحبوا نخليه في الحاجه. تو تجي تقول لي الحليب مش موجود، كيفاه الحليب مش موجود والحليب الصغير الديليسو قلتها معناها ديجا ما تعرف بليسيتي هذا ما يسمعش شكون، اما مش بليسيتي نذمهم انا، الديليسو نتاع دينار و100 فهمتني موجود، معناها ناخذ حليب شوكولاته انا دينار و100 لبنتي فهمتني، اللي هو يجي 5 باكوات حليب، 5 كعبات يجيبوا باكو حليب، والحليب اللي به الفائده ما لقاش، علاش هذاك موجود والاخر لا، علاش الحليب اللي غرت موجود وهذاك لا، علاش الزبده موجوده وهذاك لا، علاش البن موجود، علاش الرايب موجود، علاش هذوك موجودين والحليب ليه؟ ارحموا التوانسه، رانا والله قاعدين نتعذبوا في الدنيا، نقسم بالله، ولا واحد كي يروح لداره يروح مفجوع، يروح مفجوع، خاطر الطلبه تمد لمرتك 20 و30 و40 دينار و50 دينار في النهار، الله اعلم عليك شنو عملت انت نهار كامل. بصوت ما ديتهم لها تقول لك ما زلزمنيش، اش نعمل انا؟ فك متاع الناس، نسرق، نخطف، نتحيل، شنو باش نعمل بالضبط؟ انا كمواطن تونسي بو عائله وعندي زوج صغار، شنو انا مطلوب مني باش نعمل؟ انت ديجا اكثر حاجه معناها اللي انا وقفت لي مخي الحرقه. يا لندرا انت تصور انسان بعقله يوصل يضحي بصغير ملايكه يركبوا معاه في شقف ومعها مرته حبلة يركبها معها في شقف، يا عباد ربي فيقوا، راه وصلنا لمرحلة غريبة برشا قاعدة صايرة في البلاد، مرحلة ما عادش يقبلها حتى إنسان، راهو تعرف شو معناتها واحد باش يمشي يحرق معناها ماشي يموت، يهز معاه ولده ولا بنته ولا مرته حبلة، يا سيدي هو ومرته زوز يحبوا يضحيوا أمورهم. أما ملايكة يهزوا معناها تصور أنت شقف يغرق ويبدا يخسر لصغيره قاعد يموت قدامه مش يعملوا حتى شيء. راهو الموت مليار مرة قاعد يرافيه قدامه وصل لخذا الريسك، علاش؟ وين ماشية بينا البلاد؟ وين
ربي يقدر الخير وكذا. ربك ديما ما يقدر الخير، عمره ما كان ربي يقدر شر للعباد، اما نحن ماذا بينا نحنوا على بعضنا. كتواس يا ايها المسؤول، يا اللي تحكم في تونس، يا اللي ساندناك وقلنا لك انت انظف واحد وكذا وكذا ونطالبوا بالمحاسبه وكذا، لا توا نطالبوا بكرش التونسي، عطينا خاطر كرشنا نحن. انا كراجل كبير وعندي صغار، انا نورمال نجم نعيش لك على طرف خبز وطرف ماء وطرف زيت، اما صغيري كي يتكلم شنو واش نعمل انا؟ صغيري كي يقول لي جيعان، صغيري كي يقول لي بابا حاشي بكذا، شنو واش نعمل انا؟ شنو معناها شكون موقفي انا؟ يلزمني نفك له قسمه، كيف باش نفكه له؟ الله اعلم. هذيك هي الاشكال، رانا قاعدين نعيشوا في جحيم في تونس ولينا.